الخدمات الاجتماعية ملتقى أجيال الثاني في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر في حديقة الرمثة بالشارقة، بالتعاون مع بلدية الشارقة لتكون الشريك الاستراتيجي لإنجاح هذا الملتقى، حيث يتضمن هذا الملتقى عدة أركان: الركن التراثي والشعبي والترفيهي، بالإضافة إلى مشاركة 10 من الأسر المنتجة، حيث جاء هذا الملتقى للربط بين الأجيال من كبار السن والأطفال.